التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء الجزائر. أولا الجزائر عندها ثقة في أبنائها أغلبهم، لما نقولش الكل. ثانيا لما نشوف الزخم نتاع الجرائد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ماهيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. صعب باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي. ريبورتير سون فرونتيير تبقى مهما كان الحال ان جي، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه هنا، يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الامم المتحده، مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي زوان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هاد لو ان جي، الناس اللي يسيروا هاد لو ان جي واللي يوجهوا لو ان جي.